قول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. من الفوائد أنه جل وعلا لما أمر في الآية السابقة أن يستعين المؤمنون بالصبر والصلاة، وبين جل وعلا أنه مع الصابرين، بين لهم أن هناك أمرا عظيما يستحق أن يصبر عليه، وهو الجهاد في سبيل الله. ولذا ماذا قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والجهاد كما هو معلوم في الأحاديث أنه ذروة سنام الإسلام، والسنام هو أعلى ما يكون في الجمل، فدل على أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تعلو إلا بالجهاد في سبيل الله. ولكن هذا الجهاد الذي هو في سبيل الله يجب أن يكون بشروطه التي ذكرها الفقهاء، حتى يكون المسلم مجاهدا حق الجهاد ويؤجر من قبل الله على هذا الجهاد.